بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم وهذه الحلقه الجديده من مصر جميله. يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد وفرحه واحتفالات ودايما في ظل بلدنا الحبيبه ووطننا العظيم مصر. اعتقد انه الايام القادمه باذن الله هي ايام مباركه من عند الله سبحانه وتعالى. لما نتكلم عن فضل العشر الاوائل من ذي الحجه، كل سنه وحضراتكم بالف خير يا رب. هذه الايام المباركه اللي اقسم بها رب العزه من فوق سبع سماوات، اذ يقول في اياته الكريمه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. يعني صدق الله العظيم، يعني هذه الآيات تدل على قيمة العشر الأوائل من ذي الحجة وقد إيه هي أيام مباركة ويستحب فيها العمل الصالح. وإذ سئل سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد في وسط أصحابه وعن فضل هذه الليالي العشر، فيقول إنها أحب إلى الله العمل الصالح بها. فسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، حتى الجهاد؟ قال: حتى الجهاد. لكن من أهمية هذه العشر في حياتنا أنه ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا نفحاته كده في الدنيا عشان قد كده يبرر لنا وقد كده يعرفنا هو قد إيه بيحبنا وبيدينا فرص الحقيقة في الحياة لازم إحنا نستغلها. العمل الصالح والصدقة والدعاء لكل لنفسك وكل اللي بتحبهم هو ده أو هي دي الأيام اللي مطلوب فيها إن احنا نكثر الدعاء ونكثر في العمل الصالح. وبالتأكيد كمان لما بتكون انت صايم ده جزء مهم جدا في إنك انت تقدر تتواصل مع رب العزة عز وجل، في إنك انت صايم تتصدق تعمل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. ربنا إن شاء الله ينولنا كلنا الخير ودايما يغفر لنا ذنوبنا وأكثره من الدعاء في هذه الأيام. ده يمكن هيكون كلامنا ومحور حوارنا النهاردة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب. وعندنا طبعا أسئلة كتير جدا لضيفنا إن شاء الله عن طبعا صوم يوم عرفة، والحقيقة كل الأسئلة اللي حضراتكم يمكن بتسألوها. كمان هيكون عندنا الفقرة الثانية هنتكلم عن دور الفن والرسالة المهمة جدا اللي أداها في حقب مختلفة من تاريخ هذا الوطن العظيم. قد إيه لعب الفن دور كبير جدا في المجتمع المصري مع كل الأزمات وكل الحروب وكل الحقيقة المواقف اللي مرت بمصرنا الحبيبة. هل الرسالة النهاردة يعني بيعيها المواطن المصري؟ هل هو عارف الأخطار اللي بتحيق بمجتمعنا من الخارج ومن الداخل؟ كل ده هنتكلم فيه مع حضراتكم بإذن الله مع نجمنا وضيفنا اللي مشرفنا النهاردة بإذن الله الفنان الكبير الأستاذ فايق عزب. بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم وفقرتنا الأولى في مصر جميلة، ابقوا معنا.